نعود الآن إلى ضيفي هنا في الاستوديو سيد مازن لحمود سفير أردن السابق في المملكة المتحدة. أستاذ مازن، تابعت ما جاء وأثناء مقابلتي مع سيد مارك بيرلمان الذي قام بإجراء مقابلة مع جلالة الملك قبل أيام هنا في العاصمة عمان، تحدث وقال أخذت كما قال، يعني أنقل كلامه، صورة مشرقة للقائد الذي لا يخشى الإجابة على أي سؤال. هذه هي الشجاعة لدى جلالة الملك في الإجابة على كل القضايا التي تهم المنطقة، كيف تقرأها؟ يعني أنا بقدر أضيف على ذلك طبعا، يعني أنه لما تشرفت وكنت سفير أردن في المملكة المتحدة، يعني خلال السنوات الست اللي قعدت فيها هناك، يعني المسؤولين الأوروبيين كلهم والبريطانيين، بس الأوروبيين والعالمين كانوا يجوا لهناك وألتقي فيهم بسبب عملي. يعني هذا كان دائما أنه هو القائد العربي الوحيد اللي ممكن نجلس معه وناخد الفكرة الكاملة اللي عم بيتم بالمنطقة بطريقة احنا ممكن نفهمها. فاللي حكاه صحفي ما في شك، وانا سامعه مش بس من صحفي، من زعماء دول. نعم. بس بحب انه هو عم بحكي ذكرني بشغلة، بكلمة جلالة الملك بسنة 2015 بالبرلمان الأوروبي، لأنه بتذكر برضو كنت سفير أيامها وكان له صدى كبير أيامها. نعم. هو أول يمكن زعيم عربي اللي ذكر الأوروبيين بالحرب العالمية الثانية وأسبابها، وباعتقادي إذا بتذكر حكى استخدم كلمة الأيديولوجية التوسعية العدوانية، وكان بهذاك الفترة زي ما بدينا حديثنا اليوم، كان حوالي 3-4 أشهر بعد استشهاد بطلنا الطيار معاذ كساس في الموضوع. نعم. الرئيس وموضوع داعش، فكان عم بحكي الأسباب ليش المنطقة ممكن تفوت في حالة عدم استقرار أو حرب. عم نحكي نفس الشيء اليوم، واللي حذر منه جلالة الملك بمقابلته بي على فرانس 24 وحكى اليوم في البرلمان البريطاني، عم بحط أوروبا مرة تانية بالمسؤولية، لأن هي نفس الأسباب اللي أدت الحرب العالمية الثانية، هي بسبب الأيديولوجية المتطرفة التوسعية العدوانية. ونفس الشيء عم نحكي في المنطقة اليوم، إنه ممكن المنطقة تنزلق مرة تانية بحرب عالمية دائما مسبحة ثالثة. الكل كان خايف انه اللي صار الاسبوع الماضي بين الولايات المتحده الامريكيه وبايران انه ممكن تتفاقم، ممكن تؤدي الى ذلك، وكل ما بيصير في حدث في المنطقه كبير الناس بتخاف. ولكن بنرجع بنحكي احنا بالاردن دائما انه القضيه المركزيه إلنا كنا في المنطقه باعتقادنا وبايماننا هي القضيه الفلسطينيه. اذا القضيه الفلسطينيه بتنحل بحل الدولتين ومش بحل الدولة الواحدة اللي اليوم عم تنطرح، وتفضل جلالة الملك أشار إلها في كلمته اليوم، حل الدولتين وينعط الحقوق الكاملة للفلسطينيين، المنطقة وجيران المنطقة اللي بما فيهم أوروبا ما رح يشوفوا استقرار. وذكر أمثلة كثير على شو معنى عدم الاستقرار، مشاكل اقتصادية وتدفق اقتصادية لموضوع الطاقة والنفط. نعم. وغيره. نعم. وغيراتهم. يعني فكلهم ذكر. الأهمية بشعوري بطريقة طرح الكلمة جلالة الملك أسئلة إلهم هي لحتى إنهم يفكروا إنه شو بدنا نعمل. أوروبا لازم يكون إلها دور اليوم، اللي عم الدور الرئيسي اللي عم بيصير في المنطقة هي أدوار معروفة بين أقطاب الولايات المتحدة وروسيا دون تدخل أوروبا مباشرة. أوروبا لازم يكون هي جاي بالنص وهي الجارة، فكل القضايا هاي بتأثر عليها. وأوروبا زي ما حكى ضيفك المسؤول الأوروبي في البرلمان عن السياسة الخارجية إنه إحنا بندعم نفس المواقف، كويس، هذا إشي معروف طول عمره هيك، ولكن شو الخطوات العملية اللي عم تتخذها أوروبا حتى تحمي حالها وتحمي استقرارها من خلال إنه يكون في إلها موقف أو إلها دور معزز، دور أقوى في تهيئة المنطقة لاستقرار في المستقبل. صحيح. اقتصادي وسياسي وغيره. طيب ما دام نتحدث عن استقرار استاذ مازن، جلالة الملك ايضا تحدث في خطابه هنا عقب على موضوع الحرب الشامله واثارها على كل العالم، تحدث نحن بحاجه لسياسه تتسم بالصبر والتاني لمواجهه كل ازمات هذه المنطقه. هذه السياسه كيف ممكن ان نعززها؟ هنالك صوت حكمه للاردن، ولكن ماذا بالنسبه لباقي الدول؟ رائع. يعني وانا جدا انا حاطها كملاحظه. نعم. بس هاي من اجمل الاشياء اللي اجت فيك جلاله الملك في نهايه كلمته، وذكر فيها جلاله المغفور له الملك حسين. نعم. بن طلال طيب الله ثراه. انه موضوع السلام بتطلب جهد وهي المسار الاصعب، لكن بده صبر، لكن بده صبر. باعتقادي جلاله الملك خاطب في رساله من وراء اللي تفضل فيه. طبعا ما في شك ان احنا هون بالمنطقه انه الانسان الاردني او الانسان العربي
ما لازم انه يفكر انه الامور انتهت، انه لازم يصبر الانسان وان شاء الله بالمستقبل انه يكون الرخاء والاستقرار اللي كل بدور عليه انه بتصير، لكن ما بتصير مره واحده وبدها صبر، لانه مرات الانسان احنا كنا كمواطنين مرات نفكر انه كبسه زر الامور بتتم، الامور ما بتتم هيك بالسياسه. صحيح. هي واحد. الموضوع الاخر باعتقادي هي موضوع اللي بسموه الانجليزي الشو داون، المواجهه اللي صارت يعني بالفتره الاخيره بين امريكا وبين ايران، وانا باعتقادي الطرفين تحلوا بصدر صبر كبير، يعني سواء يعني الرد الفعل الايراني ما في شك انهم، ولكن امريكا يعني بعد الضربه يعني اظن كل الجهات عرفت انه هذا الوقت اللي لازم الكل شوي يهدى وما تتفاقم الامور، فباعتقادي كان في يمكن إشارة في موضوع الصبر إنه لما توصل الأمور لهاي الذروة لهاي المستوى باعتقاد الكل بده يتحلى بالصبر وبده يخلي الأمور، لأن في النهاية مين بدفع الثمن؟ إحنا كنا كمواطنين بدفع الثمن. صح. وبالنسبة للثمن أيضا دعقب أستاذ مازن، أزمات المنطقة ولدت أزمات لجوء كبيرة وثقل كبير على الأردن، وأيضا هذه أزمات اللجوء لم تبقى في المنطقة فقط، تدفقت إلى أوروبا أيضا، ورأينا كيف يعانون أيضا من تدفق اللاجئين، بالتالي كيف يمكن العمل بشكل مشترك ما بين دول هذه المنطقة الأردن والاتحاد الأوروبي وأوروبا لمواجهة أزمة اللاجئين ودعم الدول المستضيفة للاجئين؟ يعني أنا بدي أميل شوي لخبرتي بهاي الموضوع إذا سمحت بالإضافة للموضوع هذا، لأنه كسفير في بريطانيا مدة 6 سنوات في الفترة اللي كان الأزمة أزمة اللاجئين بذروتها يعني. نعم. أنا بقدر أحكي لك يعني إنه إحنا ما الدعم اللي إجت للأردن هي ما بكفي بالمقابل لبلد بريطانيا، موضوع بريكزيت واحدة من أهم أسباب موضوع بريكزيت اللي هو المجتمع البريطاني قال إنه إحنا بكفينا أشخاص من أوروبا عم بيجوا بيعيشوا في بريطانيا وعم بيستغلوا الخدمات اللي بتقدمها الحكومة البريطانية ببلاش اللي هي التعليم والطب وغيره وغيراتهم. فحطوا حد للموضوع هذا، واحدة من الأسباب الرئيسية. أيام أنا عملت دراسة كتبت مقال بإحدى الصحف على موضوع هذا الموضوع، الأوروبيين اللي في بريطانيا اللي ما لجأوا إجوا لبريطانيا حتى يستغلوا خلينا نقول أو يعملوا لاستغلال، 0.3% من سكان بريطانيا، 0.3% اللي كان الصوت العالي بدنا بريكزيت واحدة من الأسباب. طب إحنا 20% من سكاننا لاجئين بس من سوريا، إذا بضفنا الآخرين النسبة بتعلى أكثر من هيك. فبالمقابل في دعم، لكن مش دعم مقابل الثمن أو المسؤولية، ما بتسمي ثمن، هاي مسؤولية، هم جيراننا سوريين وعرب والعلاقات العائلية والاجتماعية، وإحنا كأردنيين بتبتسم أنت بس إحنا جيلنا يعني ما منفكر مرتين حتى نقدم اللي إحنا عم نقدمه لإخواننا السوريين. صحيح. ولكن بالمقابل بيجينا زي ما تفضل المسؤول الأوروبي حكى قبل شوي كتبته هون إنه إحنا يعني ممتنين للأردن بسبب ممتنين كلمة امتنان لايك، لكن إحنا اقتصادنا اليوم إحنا 19% من بطالة، تقريبا وصلنا 97% مديونية. نعم. فممكن يكون ممنون ولكن كيف بدي أحل المشكلة؟ صح. ومشكلة البطالة ومشكلة المديونية اتفاقمت خلال 9 سنوات الماضيين وكلها بسبب أزمات اللجوء في المنطقة. مازن أيضا هذا ما قال جلالة الملك حتى في جولات سابقة موضوع ضرورة دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ مازن الحمود سفير الأردن الأسبق في المملكة المتحدة، شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية. الله يسلمك. شكرا لك.